انا باسم المؤتمر كله باسم حضراتكم بقول للجيش المصري احنا معاكم وبنشد بايديكم في مواجهه الارهاب والارهابيين في سيناء وغير سيناء وما تسمحوش لحد يضربنا ولا يخترقنا ولا يخترق سيناء ولا يخترق الوطن العربي في اي مكان فيه. اخوانا الجيش المصري ضمانه لحمايه الامه العربيه كلها، بس سيبوه في حاله. لو خرج الجيش المصري من موازين القوى لو خرج الجيش المصري من ميزان القوة في الوطن العربي ولا مكان ولا خريطة ولا خليج هيبقى ولا مغرب هيبقى ولا شام هيبقى ولا سودان هتبقى، هتضيع كل الدنيا. احنا يعني حرام نضيع بلدنا على 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 ايه؟ على ايه نتحاسب؟ في غلط نتحاسب، انما انا في بتاع ننزل نقاوم نظام الحكم وبعدين نعلن النهارده ان يوم مش عارف الجمعه يوم ايه؟ فنموت 19؟ ليه؟ دول ولاد مين ال 19 دول؟ مش ولادنا؟ احنا نقبل ده في حقنا؟ ثأر هؤلاء في رقبة كل من دعا لضرب الجيش المصري ولا تقويض مصر. هذا هو موقفنا الواضح من غير تفاصيل.